نحن لحد الآن ما اكتشفنا ما في داخل أرضنا جوا داخلها فيها شنو. نعم. مثلاً أوكرانيا، أوكرانيا البحوث العلمية اكتشفت كل حاجة فيها، وعارفين أي حاجة وين، أي البترول وين، كل شيء، أماكن الزراعة الجيدة وين. نحن لحد الآن في حتات كثيرة ما اكتشفناها في أرضنا. ما هم فاتونا بس بالحتة دي. أنا بقول إنه شوف، أنا أقول لك حاجة، نحن زمان في منطقتنا نفسها كنا بنشوف في خواجات بيجي يحفر في الجبل فوق، في جبل كده خواجات بيجي يحفر، خواجات دير كانوا بيجي يشيلوا ذهب. ليه ترون اكتشفوا الناس الذهب؟ والآن بلدنا ما شاء الله أصبحت كل الناس، يعني الناس أصبحت كلها شغالة، تغير الدخل الفردي عندنا بشكل كبير جدا في منطقتنا. ولكن لا، لكن ليس هناك تقنين للذهب، يعني ليس لا ده أنا بتكلم عن الذهب العشوائي، بس بقول لك كمثل إنه نحن الثروات موجودة داخل باطن الأرض. أيوة، في نحاس، في ذهب، أنا خايف في أورانيوم ذاته يكون فيه، بس لكن ما اكتشف الحاجات دي، ما اكتشفها. وفعلا نحن نحتاج لثورة يعني تنموية ضخمة على أساس إنه السودان يؤهل. نعم.